أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تحية السلام عند دخول المسجد هل تقال قبل تحية المسجد أم تقال بعد تحية المسجد كما فعل المسيء في صلاته؟ هل ايش؟ يقول أحسن الله إليكم: هل تحية السلام عند سلام، نعم ايش السلام؟ يقصد السلام عليكم ورحمة الله. اذا وصل الى الصف او مر باحد جالس يقول السلام عليكم في المسجد. نعم.